أعلن مسرح نقابة الفنانين في حلب حفل تكريم القائمين على برنامج المواهب نجوم من حلب الذي أحياه المطرب حمام خيري وسط حضور جماهيري. سعيد بهذا الحضور الجميل رغم البرد ورغم الزمهرير ما بقولوا بحلب، والناس جايين يحضروا الشيء اللي هن متوقعينه شيء حلو، وأنا مبسوط بهاي السهرة الجميلة. نشكر نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية على هذا التكريم، وما في أحلى من تكريم الإنسان في بلده. نحن اشتغلنا برنامج ستار أوف أليبو، برنامج المواهب الأول من نوعه في مدينة حلب، والحمد لله رب العالمين نال ثقة ونال إعجاب الجمهور الحبيب، ونحن اليوم عم نتكرم فيه. الفعالية اليوم هي بمناسبة ستار أوف أليبو، خلينا نقول النجم المهيأ إن شاء الله وتعالى بالمستقبل، لأنه نعمل منه نجم على مستوى مدينة حلب. طبعا في مدينة حلب هذا البرنامج كان نافذة جديدة وحالة جيدة، حالة صحية للفن، أنه بمدينة حلب في إمكانيات. طبعا نتمنى دائما لكل الفنانين اللي اشتركوا النجاح بالمرات القادمة، وأنا دائما بقول حلب مدينة ولادة. نحن داعمين لكل الشباب وخاصة الجيل الجديد، لازم نستوعبهم لحتى يصيروا امتداد لنا وللجيل اللي قبلنا طبعا أكيد، ودائما نحن جاهزين لأي تقديم أي نصيحة أو أي للدعم الكامل يعني بشكل عام. وهذا المسرح بيعني لنا مسرح فنانين، هذا نقاب فنانين يعني. حلب معروفة بالفن والطرب، معروفة بولادة بكل شيء جديد. يوم تاريخي بالنسبة للحلبية أنه نسمع ابن حلب غريدة الأستاذ حمام خيري بصوته بيعيد لنا البسمة والفرحة على قلوبنا وعلى وجوهنا كمان. الفعالية تهدف إلى تسليط الضوء على فريق عمل البرنامج الذين عملوا بصمت ودأب لتقديم أسماء صاعدة في عالم الغناء ورعاية المواهب الشابة.